رابعا خلط مكونات العجين إشراف على جميع عمليات ومقرها في مدينة بيت لحم وسيتم إخبارية الشكر الموصول للوكالة مع الإخبارية لما نسيحها سيبلغ عليها بس بعدين زلنا على النطس والجوز دعني استمنا من الأعلى إلى الأسفل سنية كاملة 20 راح نطعمكم منها إن كل هؤلاء نحيي وعين ونحفز جهدا ونبعث وحدة عزيزة فنية على فريق الاستقلال الحضور الكريم حضوركم مشاركة صامت لهذا مضمونه أن استمرار هذا النهج سيحقق طموحاتنا الكبيرة وكما قال لقد ابتدأت السابقة بالحق المرحلة المدربين 8 من الشباب المدربين الآن وصلنا إلى دقيقتين وصلنا إلى دقيقتين وعشرين ثانية وأكبر حبة رئيس العالم وها انتهينا Спасибо.
اعطوا مجال للناس تتفرج. شكرا لأحلى صوت للأخت سميرة خروب نحييها مع بعض. Thank you.